معنا الآن هاتفيا هناء بن عبده، أستاذة القانون العام في جامعة جندوبة بتونس. أستاذة هناء، الرئيس قيس سعيد وأنصاره يصرون على أنه تصرف وفق ما يمليه عليه الدستور، وفقا للفصل 80 من هذا الدستور. هل تتفقين مع هذا التفسير القانوني؟ مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين. شكرا على السؤال. طبعا اليوم الحديث عن الانقلاب، انا سمعت مراسلكم يتحدث عن محاولات انقلابيه، وهناك طبعا حركه النهضه تتحدث عن محاوله انقلابيه، واظن ان هؤلاء لم يقرأوا تعريف المحاولات الانقلابيه ولا يعلمون ما هي عناصر الانقلاب. في تونس لا يوجد اي دوله تحترم نفسها اليوم تصنف ما فعله قيس سعيد اليوم بانه انقلاب. يبقى ان الرئيس قيس سعيد عندما طبق الفصل 80 الى حد ما كان يعمل على توسيع صلاحياته في هذا المجال، ولكن هو قام بخرق في جزء من هذا الفصل، خرق جزء من هذا الفصل بتجميد اعمال البرلمان. اما الحديث عن انقلاب اليوم فهذا غير سليم، طيب لا يصح طيب قانونا دعينا قليلا من موضوع ولا يصح الانقلاب. عندما قانونا. انت الان تقول ان رئيس الجمهوريه التونسيه خرق دستور الجمهوريه جزء من التونسيه، الفصل، هل هذا فعل جزء من قانوني الفصل. مقبول؟ لقد الرئيس قيس سعيد، ما حصل في تونس هو الآتي: أن في تونس نعيش أزمة منذ أشهر، وأن الأغلبية الحاكمة تتعنت في مساندة حكومة تساهم أستاذة، في نقلتين الآن إلى السياسة. أستاذة هناء، نقلتين إلى تحاول أن السياسة، تفسر ما هو لو الكلام سمحت الفصل لي 80، نقلتين الآن إلى تحاول الجانب أن أفسر السياسي، الفصل 80 من الدستور. فلنناقش قانونا لو سمحت أستاذة هناء. فنناقش أتحدث عن القانون لا نتحدث من الآن عن فضلك، الدستور وليس عن القانون. لا الدستور، أتحدث عن القانون. نعم يعني الدستور، لا الرئيس الفصل 80 من الدستور نعم يسمح لرئيس الجمهورية في حالة الخطر الداهم على الشعب التونسي أن يتخذ تدابير استثنائية، نعم مع ما فعله رئيس الجمهورية. والفصل 80 من الدستور الذي كتبه طبعا، يعني لابد أن نعلم أن الفصل 80 لا يحدد معنى الفصل الخطر الداهم، وبالتالي يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تحديد الخطر الداهم، وهذا مشكل في عبارة النص، مشكل في عبارة النص نفسه. يبقى أنه اليوم رئيس الجمهورية عندما قام باتخاذ هذه التدابير الاستثنائية لإنهاء هذه الأزمة الواقعية في حقيقة الأمر، قام بخرق جزء من هذا الفصل، طيب وهو عندما قام بتجنيد البرلمان. البرلمان لابد أن يبقى في حالة انعقاد، وبالتالي في جزء من هذه التدابير رئيس الجمهورية خرق. طيب وماذا يترتب على ذلك أستاذة هناء؟ عندما يخرق رئيس الجمهورية التونسية دستور الجمهورية التونسية، ما الذي يترتب عليه قانونا؟ عزيزي، الدستور التونسي يخرق لمدة 7 سنوات. يعني مسموح، يعني مسموح أن يخرق رئيس الجمهورية الدستور، مسموح. أريد أن أفسر أن خرق الدستور في حالة نحن في حالة خرق الدستور مستمرة منذ 2015، عندما لم تقم الأغلبيات الحاكمة بوضع المحكمة الدستورية. هذا أهم شيء. إذن اليوم عندما تتحدث ماذا سنفعل لقيس سعيد عندما يخرق الدستور، وكأنك هل تسألت ماذا سنفعل للأغلبية الحاكمة التي خرقت الدستور بصفة مستمرة لمدة 6 سنوات؟ أستاذة هناء، هل أنت أستاذة قانون؟ إذا ارتكب أحد خطيئة أو جريمة، هل هذا يبرر لشخص آخر أن يرتكب الخطيئة نفسها؟ الفصل 80 من الدستور هو نظام قانوني استثنائي وضعه الدستور، سمح به الدستور. ما فعل رئيس الجمهورية هو أنه وسع في صلاحياته في جزء معين من هذا الفصل، ولم يقم بخرق كل الفصل. هذا من ناحية. اليوم الحديث على انقلاب هو قانونا لا يستقيم، قانونا لا يستقيم. الفصل 80 هل يتيح لرئيس نعم. الجمهورية أن يقيل نعم. الحكومة ويرفع الحصانة عن النواب؟ طيب الفصل 80 يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الخطر. ماذا لو كانت الحكومة هي سبب الأزمة؟ هل في حالة إلى الأزمة ولا يتحرك؟ فقط لأنه الفصل 80 يتحدث عن اتخاذ التدابير الاستثنائية، والتدابير الاستثنائية يعطي فيها الفصل 80 نفسه الحرية أو السلطة
التقديرية المطلقة الجمهورية. يا أستاذة هناء، الفصل 80 وهو الآن بين يدي يقول حرفيا لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. ألم يخرق الرئيس قيس سعيد الفصل 80 مرة جديدة هنا عندما أقال الحكومة وأقال رئيسها؟ نعم، الفصل عندما تقرأ عن لائحة اللوم هو يتوجه إلى البرلمان، ولكن رئيس الجمهورية يتوجه له بحقه في اتخاذ التدابير الاستثنائية. ماذا لو كان الحكومة نفسها هي الأزمة؟ رئيس الفصل 80 يتحدث مباشرة عندما يفرض عدم تقديم لائحة لوم، فإنه يتوجه للبرلمان. طيب تمام تمام أستاذة هناء، هل تقرين الآن قانونا أن الرئيس قيس سعيد جمع كل الصلاحيات بين يديه ولا يوجد أي سلطة على الأراضي التونسية تحاسب الرئيس اليوم؟ هذه حقيقة. هل هذا وضع طبيعي؟ طبعا هذه حقيقة وهذا وضع غير طبيعي، وكان لابد أن نضع المحكمة الدستورية في أجالها حتى لا نصل إلى هذه الوضعية. شكرا جزيلا هناء بن عبدة، أستاذة القانون العام في جامعة جندوبة.